السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نعمل فيديو في برنامج اليومن. الموضوع بسيط، هاجي هنا وأقول أنا عايز أعمل فيلم فيديو، فبيجيب لي لقطات، دي لقطات اتعملت قبل كده، تمام؟ زي ما أنت شايف بندخل مؤثرات مختلفة ببساطة وبنقدر نعمل شوية حاجات جميلة. طيب خليني أجي هنا وأقول له أنا عايز أنا أعمل، ممكن أدخل شوية صور، أنا عايز أعمل ريكورد أسجل لنا فيديو، تمام؟ طيب ممكن اقول له ايه الصورة دي مثلا كويسة، طيب انا هاخد ريكورد. طيب انا هاجي هنا واختار لقطة تانية واخد صورة كمان، واجي هنا واخد صورة كمان، ماشي. وممكن اقرب ابعد زي ما انا عايز، بس كده تعالى نتفرج عليها. زي ما انت شايف ان انت تعمل فيديو في برنامج اليوم ما بياخدش اي وقت خالص، مش محتاج حد يكون يعني درس حاجة كثيرة، موضوع بسيط، ماشي. لو انا عايز اعدل فيه باجي هنا بقول له ايه نيو افكت، نيو افكت بدخل انا افكت، زي مثلا موضوع الموف. ايه موضوع الموف دوت؟ ده انا بحدد عنصر، ماشي، اهوت بحدد عنصر، اي عنصر، اقول لكم مثلا السيارة ديت، تمام، وحركها من مكانها، بسحبها بس كده للمكان اللي انا عايزه، خلاص بقى عندي حركة ليها العربية دي. اقول له يس، لما تيجي تتفرج على الملف في الفيديو هتلاقي العربية بتتحرك، العربية بتتحرك والشخص اللي احنا عملته المرة اللي فاتت برضه بيتحرك. زي ما تشوف العربية بتتحرك اهيت، ممكن نتحكم فيها ونتحكم في الوقت بتاعها. بدخل هنا افكت، بلاقي مؤثرات كتيرة جدا، زي ان انا ممكن اعمل منظر ضبابي وان انا اعمل كأن في جليد نفس لقطة الفيديو، يعني مش هضطر ان اعيدها من اول وجديد، لا ده هتلاقي منظر جليد جه، هتلاقي مؤثرات كتيرة مختلفة، اشكال الكاميرا ممكن اخليها مثلا بالشكل دوت، يبقى في زي ظلال كده من كل ناحية، وممكن في أي وقت ألغي أي تأثير من المؤثرات اللي احنا حطيناها، تمام. نرجع لملف الفيديو ده، دي كل لقطة فيهم بتتعمل، يعني ممكن أعمل لقطة جديدة، أجي هنا على 7 وأقول أنا عايز أعمل ملف جديد وأبدأ أعمل فيلم جديد تاني. الشخص اللي بيتحرك ده مجرد بس برضه اديته مسار وقلت اتحرك زي ما عملنا مع العربية، تمام. كل اللقطات اللي انا هعملها هتبقى في شريط فيديو كامل يتعرض كل مرة واحدة، اقول له سيف موفي واقول له انا عايز احفظه بأي طريقة، الفريم باي سكند، عايز حاجة، في حاجة من الحاجات دي عايز اظبطها، واقول له اوكي والملف خلاص بيتحفظ. جربوها ان شاء الله هتلاقوا الموضوع سهل وبسيط. اخوكم عمر سليم.